المحاضرة الرابعة لمادة معدات الثروة الحيوانية المرحلة الثانية، واللي وصلنا إنه مرحلة لتجهيز الأبنية الزراعية بالمياه وعلاقتها أكيد بالمضخات، علاقة تجهيز المياه بالمضخات، فحيث إنه تعتمد صحة عائلة الفلاح وحيواناته على مدى نقاوة الماء وكفايته، لأن كثير من الأمراض سببها الماء غير النقي بشكل مباشر أو أما مباشر أو غير مباشر، عندما كمية الماء ما تفي اللي شروط النظافة والسلامة. يعتمد التصميم الجيد لمنظومة المياه، يجب أن تشكيل تصميم منظومة جيدة لنقل المياه إلى الفلاح إلى المزرعة للقيام ب أما النظافة، موضوع النظافة، موضوع السقي وحاجة الحيوانات وغيرها. ولذلك استفاد من معادلات الاستعمال القصوى في تحديد سعة المضخة وأحجام أنابيب وسعة التخزين المغلق خصائص منظومة المياه، فها كلها تعتمد كلها بتصميم ديزاين للمضخة المستخدم لتجهيز المياه حسب الحاجة. بالنسبة لموضوع المضخات، راح ناخذ اكو عندنا عدة مضخات، الغايم عندها كلها تعتمد على ارتفاع، مقدار الارتفاع، كمية التجهيز، حسب الحاجة لها. نيجي أول مضخة اللي نسموها المضخة النابذة، اللي هي أبسط أنواع المضخات، حيث هذه المضخة تستخدم لسحب المياه من أنابيب الضحلة التي لا يزيد عمقها عن 5 متر، والتي تركب عندنا من قلب المضخة الدوار اللي هي البشارة، اللي يدور نتيجة دوران محرك المضخة ويحيط بالقلب بحي يسمونه على شكل بيت، بشكل تزداد المسافة بينهما كلما قرب سطح البيت من فتحة تصريف المضخة، وتوجد بفتحة وسطية عند إحدى أو كلا جهتي البيت تنتهي وتنتهيان عند وسط القلب. تعتبر هي أبسط أنواع المضخات اللي هي المضخة النابذة. النوع الثاني المضخات يسموها المضخة التردديه، اللي هي تستخدم رفع المياه من الآبار الضحلة وتصنع عمقها لغاية 7 متر، تجي هي المرتبة الثانية بعد المضخة النابذة، كما يمكن استخدامها لسحب مياه من الآبار العميقة والعمق إلى حوالي 200 متر، وذلك بإمكانية إنزال الجزء الفعال بها بذلك العمق. قد تكون مضخة ترددية مفردة الفعالية أو مزدوجة الفعالية، ويرى استعمال النوع الثاني بسبب مضاعفة تسريبه للماء. طبعا المزدوجة هي أفضل، لأنه راح يضاعف كميات المي تضاعف عند تساوي سرعة المحرك ومواصفات المضخة له. المضخة النوع الثالث مضخة يسموها النفاذة أو المدفأة، استعمل المضخة لرفع المياه من الآبار العميقة تصل حوالي إلى 20 متر، وكما يمكن استعمالها لسحب المياه من الآبار الضحلة، ويمكن وضعها فوق البئر مباشرة أو على مقرب منها، ويعتمد عملها على القوة النابذة كما في المضخات النابذة اللي أخذناها، مع وجود مدفق ذي فوهة صغيرة تدخل في بداية أنبوب السحب الرئيسي، حيث يملأ كل من المضخة وأنبوب السحب وأنبوب المدفق بالماء، وتدار المضخة بمحركها ويكون صمام السيطرة اليدوي أو التلقائي مطلقا. فهاي تقريبا المضخة الثالثة، المضخة النفاذة أو المدفقة، يعني ارتفاعات تصعد به هي 30 متر، تعتبر من نوعية جيدة. هاي المضخة المغمورة المتعددة المراحل، تعمل هاي المضخة بنفس أساس عمل المضخة النابذة، إذ إنها تتكون من مجموعة مضخات، أن مجموعة مضخات نابذة تكون هاي المضخة المتعددة المراحل، ما متعددة المراحل، بحيث يكون تصريف أحدها أنبوب سحب يتليها في المرحلة، وتوجد هذه المكونات مع المحرك في بيت، هاي كلها تصير في داخل بيت اللي مرتبط بمصدر الماء الرئيسي. تمتاز المضخة بتصريفها المتجانس وقابلية رفع الماء من عمق إلى 330 متر، شيء جدا ضخم هي هاي، تنقل المياه عمق 330 متر وبقصر عمودها القائد. أما مساوات مثل الحاجة لإخراجها من البئر، يعني صعوبة إخراجها من البئر هي هاي المشكلة في اللاعب، لكنه تفاعل جدا جيد. المضخة الأخرى هي مضخة توربينية متعددة المراحل للآبار العميقة، هاي المضخة تعمل على أساس القوة النابذة،
يعني القوة ان المضخة النابضة تشتغل على كل المضخات تقريبا على اساس القوة النابضة. ايضا وتشاف مضخة المغموط عدد المراحل في عملها الا انها تختلف عنها بوجود عدة مبشرات تشتغل متصلة مرحلية مغمورة بمصدر الماء العميق، الا ان عمود ادارتها الطويل يتصل بالمحرك الذي يوجد ادنى فوق فوهة البئر، وهاي ترفع الماء من عمق 500 متر.